Assalamu alaikum, brothers and sisters. Today we'll be reading Surah Fajr. Let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. بعاد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فسب عليهم ربك صوت عذاب. فسب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم.
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
مهان كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين دغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يغلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ضغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوب عذاب إن ربك لبالمرساد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين دقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فتأكلون التراث أكلا لما وتعدون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي يا ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. That's it for today. Hope you learned Surah Fajr.